نفيس خد بنتك معك. أنا ما بقدر أتحمل هاي البنت الوسخة ببيتي، لهيك رح تروح معك. إذا سمحتي خلاص، حمزة هو اللي بيقرر، وهو بده إياها تضل بهالبيت. إذا هو طلب مني أكيد أنا رح آخدها. ما أنا مشكلة كبيرة لأنه حمزة رح يوافق. قل له حمزة. يعني شو بدي أقول له أمي؟ هلا بتكون مرتي، وهي هلا حامل بابني، وأنا ما بقدر أعيش بدونه. يعني أنت عن جد خايف على الولد؟ مو مشكلة، أنا بقدر ربيه. أنا رح أهتم بابن حمزة لأني الأحق فيه. لا. شو هذا الكلام أمي؟ مثل ما سمعت، أنا رح ربي ابنك، أكيد رح حطه جوات عيوني، لا تشيل هم.